بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل في المغرب، سأعطيكم مجموعة من النصائح. أولا، راسلوني على الواتساب، اكتب رسالة فيها طلب عمل في الأحجار الكريمة أولا. ثانيا، إذا وجدتني مشغولا فلا تستعجل، ذكرني كل يوم أو كل يومين، لا تتصل بي 6 مرات في الساعة أو في اتصال لم يأتك الرد، تنتظرني يوم يومين تبلغني تذكير وأنا قد أتصل بك في الحين، لكن أحيانا أكون مشغول. إذا شروط هذا العمل، هذا العمل هو أدوميسيل، يعني تشتغل من بيتك، تكسب المال، نعم دخل، يعني ليس مسألة عمولات، لا، لدينا مجموعة من الأعمال تقوم بها عبر الحاسوب، يجب أن يكون لديك حاسوب وإنترنت، وتأخذ الأجر مقابله. يعني كاين بعض الخطرات خدمة كتقدر تخلص 200 درهم في الساعة، بعض الخطرات 100 درهم في الساعة، بعض الخطرات 100 درهم في اليوم، كنعطيوك خدمة كتكملها كتجيبها في سيدية ولا في كلي وكتعطيها لنا وكنخلصوك فيها. إذا الواتساب راه غتلقاوه في آخر الفيديو، وشكرا والسلام عليكم.